النهاردة بقى انا جايب لكم طريقة جديدة للبطاطس في الفرن. طبعا عندنا انا جبت البطاطس هنا زي ما انتم شايفين، اول حاجة غسلتها كويس جدا، بعدين حطيتها في ورق الومنيوم وحطيت عليها شوية ملح، وزي ما انتم شايفين غلفتها كلها كده وحطيتها في الفرن لمدة مثلا 45 دقيقة على درجة حرارة مثلا 200. تاني حاجة هنا بجيب عندي مثلا اشوف ايه المكونات اللي موجودة في البيت، لو عندكم مثلا لانشون او سوسج او شوية خضار زي ما انتم شايفين كده، انا هنا حاطط بصل اخضر وشوية شيري توميتو وشوية سوسج او بيف بيكون، اللي عندكم مفيش اي مشكلة تقدروا تقطعوه بحجم صغير زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بتحطوا عليها البهارات ديت. انا حطيت اوريجانو وتوم بودرة وحطيت طبعا شوية ملح وشوية فلفل ابيض، بعد كده خلطتهم كلهم مع بعض كويس، حطيت طبعا سنة زيت زيتون عشان يدي فليفر حلو شوية مع البطاطس. طبعا في هنا بيتزا بس ملكوش دعوه بيها، سيبكم منها، خلينا نركز في الايتم دوت. بعد كده طبعا زي ما انتم شايفين خلطت الخليط بتاعي كله وزودت عليه موتزاريلا. باجي بقى هنا بفتح البطاطس بتاعتي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، احطها على الناحيه اللي هي الفلات شويه عشان تثبت معايا في الفرن، يا بفتحها بالنص زي ما انتم شايفين كده او بفتحها على 4 اللي هي علامه الزائد. بعد كده باخد شوية من الحشو بتاعي واحطه في قلب البطاطس، بعد كده بقى بحطها تاني في صينية عشان ادخلها الفرن. طبعا انا هوريكم دلوقتي لما خلصت الكمية كلها دي. طبعا طريقة تانية بفتح بيها البطاطس، هنا فتحتها علامة زائد كده وبعدين بضغط عليها من الجناب شوية بحيث ان هي تتفتح، بعد كده بحط فيها كمية الحشو اللي انا عايزها وبدخلها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة مثلا 10 دقايق او 15 دقيقة، يا دوبك الجبنة الموتزاريلا تسيح وتاخد بس شكل حلو لون. بعد كده ببتدي ان انا اطلعها واقدمها على السفرة، طبعا بيبقى طعمها وريحتها روعة. وبكده تكون الوصفة بتاعتنا خلصت النهاردة. الف هنا وشفا.